تحية كبيرة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد. إذا كيف كتشوفوا معنا السي خالد اللي غدراتو الأخت ديالو وهماتو يعني بأنها كتصرح به في الضمان الاجتماعي مدة 6 سنين ونص، للأسف تخدع بسبب أنها كل شهر كتقطع لي 13 ريال تقريبا. إذا مشاهدينا بقوا معنا نسمعوا بالتفصيل المشكل وكيفاش طرا هذا الشيء. مرحبا سيدي. شكرا لله. اختي انا السيده كنت خدام معها قبل. صوتك كنت خدام معها قبل فاش يلا حلت المحل، انا اللي حليت معها المحل مده 5 سنين. فاش ما بغاتش الضمان الاجتماعي خرجت من عدم الخدمه، مشيت خدمت في شركه. الشهر الاول داروا لي لاسينيسيس، بقيت خدام معها مده 4 سنين ونص. ريحت من الخدمه شهرين، عيطات عليا قالت لي جي عندي رانا غنديرك لاسينيسيس. فاش كنتي خدام مع الاخت ديالك؟ فلوبتيك صناعه نظارات. كنصايبو لي لا كنصايبو الدجاج، كان الدجاج ديال الشوف كلشي. هي هذيك عطيتها لاكارت اللي عطاتني الشركه باش غادا تصرح بيا في الضمان الاجتماعي. ما صرحاتش بيا، وكل 10 ريال مدة 6 سنين و8 شهور. مدة 8 سنين و8 شهور. كنت فاجئ فاش لقيت خدمة، قال لي السي جيب لاكارت باش نقيدك في ضمان اجتماعي. شحال كانت كتخلصك؟ كانت 16 ريال. 16 ريال وكتقطع على قلتي يعني كل سيمانة كتقطع ليا 3000، السيمانة الرابعة كتقطع ليا 4000. السيده ما راعتش الدم اللي بيناتكم، ما راعتش يعني ما حناتش فيك، وانت ما عندكش زعما شي سالير اللي هو كبير تقدر تطمع فيك. لا كون راعت الدم واخا ما نكونش خدام معاها على قول الله اكبر، واخا نكون ما خدامش معاها كنبقى انا خوها. عندك انت مشروع ديريني في ضمان اجتماعي، انا نخلص على راسي حتى لا شرفت نلقى منصرف. فهمتي، انا خدمت معاك ضربت معاك تماره، وقفتك على رجلك مزيان. المحل ديالها هي جبت لها شركات باش كتخدم معاهم. وفاش لقيت خدمه، فاش خرجت من عندها ولقيت خدمه، كنتفاجئ بهذه السيده هذه ما مديكلارياش بيا كاع في ضمان. مشيت عند كبر منا، ومشيت عند انسبكتور ترافاي ودعيتها وبغيت ندير داكشي حبي، ما بغاتش دير معايا داكشي حبي. قالت لي عمر محضر ودفعوا المحكمة ولو وصل لودني يعضها. ما علينا. وفاش عاوتاني تجمعات الوالدة والاخ ديالي الكبير باش يدخلوا بخيط ابيض، ولات هي كتعنى. قالت لي انا كنعرف ناس كبار عاسير المحكمة، لا بغيتي تمشي للمحكمة، انا ولد الشعب، انا انسان ما فحاليش ياك، انا كنطالب غير بحقي، غير كنطالب بحقي وبغيت حقي، حقي نموت عليه نحيا عليه، المهم حقي ناخذه في الدنيا قبل من الاخره. ضحكات عليا قالتني ما عنديش ديبلوم، فهمتي، راه عاطياني شهاده العمل اللي كتثبت عليها هذا الشيء. هو كل شيء الورق هما عندي المحضر، عندي كل شيء، راه هو كل شيء عندي. هاد السيده هادي الله ياخذ فيها الحق. ما دويتيش معاها بشكل حبي؟ ميرا مشيت عند البيت ديالها تحتيتي معاها كانك الاخ ديالها. مشيت عند الحانوت مي في الدار، مشيت عند خويا الكبير. ما بغاتش تدوي معاك اشنو كتقول؟ سير المحكمة اللي داروا المخزن انا نعطاها. تعطيتي المخزن اخوك اللي واكلها في رزقه مدة 6 سنين و8 شهور، انت كتقطع لي 14000 ريال في الشهر. واخا سيدي هاد الدار اللي حنا جينا عندك اليوم كاري؟ لا لا. شحال كاري؟ 1800 درهم. وفي هاد الجائحة خدام ولا ما خدامش؟ لا خدام، ما نكذبش. بقيتيش خدام معاها دابا؟ لا ما بقيتش خدام معاها اختي. انا كما قلت لك انا كنطالب على حقي من هذه السيده هذه. بغات حبي مرحبا والف مرحبا، ما بغاتش حبي راه كاينه المحكمه. فوق
وقاش اخر مره دويتي معاها اليوم؟ اشنو قالت لك؟ ها اشنو قالت لك؟ قالت لي جري طوالك عضها وعدي الناس واعرين بزاف ومسؤولين. يعني هي كتعنى بانها عندها واحد السلطه عند... ما غاديش تقدر عليها. او انا ما نقدرش عليها وعدها الفلوس وكتعنى بالفلوس. كتعنى بالفلوس اكثر من القياس وكتعنى بالناس اللي كتعرف مسؤولين. فهمتي؟ وانا ولد الشعب وعدي الله. عندي الله وعدي الله وعدي الله وعاش الملك. وحقي غناخذوا منه. هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. ما بغاش تفهم معايا. شو تخيلي معايا نقول لك واحد الكلمه. خدام 6 سنين و 8 شهور ما عمرني شديت كونجي. درت لها تنازل. عطاتني فيها 90,000 ريال. 6 سنين و 8 شهور 90,000 ريال على وجه با الله يرحمه. على وجه التراب وعلى وجه ديك امي اللي باقا حيه. عطاتني 2000 درهم مده عام زادتني 2000 درهم. مدة شهر زادتني 1000 درهم هي زادتني 500 درهم هي 90,000 ريال. هادي راه كنقول لك ما واخدش كونجي مدة 6 سنين و 8 شهور. و 6 سنين و 8 شهور وكتقطع ليا 14,000 ريال في الشهر. وعباد الله هاد السيدة اش بغيتني ندير معاها؟ فاش كتعنى ليا بهاد الناس شكون هاد الناس كبر من الله؟ راه ما كاين حتى واحد كبر من الله. والو. انا فيما كنصلي كنهز يدي وكندعي عليها والله ما تخرج لها طريفه وما تعطيني رزقي. ماشي كنهددها مع الله سبحانه وتعالى. قلتي لي يعني في خبارة بان الصحافه غتجي عندك اليوم؟ لا انا بغيت نفاجئها. علاش؟ باش كتعنى بهذوك الناس. فهمتي؟ كتعنى بهم. خويا الكبير اللي كتي الصحافه اللي غيجيو عندي اليوم. واخا سيدي شحال عندك ديال الخوت؟ عندي اختي انا حكيني ثلاثه اربعه الدراري واربعه اربعه الدراري واربعه الدريات. كيفاش دايره العلاقه ديالك مع بقيه الاخوه؟ خوتي عندي وحده برا هذه كتجي قليل. كيفاش تفهم معاهم؟ كتعامل معاهم مزيان؟ كيعاملوك مزيان؟ كلشي عندي معاها مزيان. كلشي 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 الا اختك الكبيره. الا هاد حيت هذه خدمت معاها. هذه خدمت معاها داكشي علاش بان عيبها. فهمتي؟ راه كل واحد فينا حنا فيه عيب. راه الانسان حتى كتعاشرو عاد كتعرف عيبه. تعرف الحاجه الزوينه اللي فيه والحاجه الخايبه اللي فيه. هذه راه حشومه. انا راه دمها راه خوها. انا راه دمها وخوها ودي ليا رزقي ومحتاج. ماشي ما محتاج راه خدامه عاد البراني. والله الا خدامه عاد البراني ب 16,000 ريال. بزاف اختي راه بزاف. راه كون جات من عند البراني راه ندير معاه شي حوايج اللي ما يداروش. حسيتي بالحضره؟ هادشي انا واخا ريفي. شي انا واخا ريفي 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 كنرد لقلبي. كنرد لقلبي. شحال مره كنتعنز من عنقي؟ شهر شهرين وانا معنزك عب العصا. قسما بالله الا عام ونص وانا بارك. هذاك العام ما عيتش ما شريتش الحولي. قسما بالله العلي العظيم. مرتي اللي كانت كتخلص الكره. مرتي اللي كتعطيني باش نشري كارو، مرتي اللي كتعطيني باش نمشي للقهوة. أختك اللي من دمك ما رحماتكش. ما رحماتنيش. بتاتا. وما هزوش حتى التليفون يعيطوا. واش معيد ولا ما معيدش؟ ما كيهزوش التليفون، واخا عايروك. والو داكشي ما كاينش. أنا حسيت باليتم نهار مات با. با كان أحن إنسان عندي أنا. على خوتي كاملين، صراحة. ولكن بالاخص انا هذاك الوليد الله يرحمه والله يرحمه والله يرحمه. وهي راه ما نسمحش لها الدنيا واخره ورزقي غناخذو في الدنيا قبل من الاخر حيت هذاك ديالي. دابا مثلا الا جات عندك وقالت لك المسامحه نعطيك رزقك. تعطيني رزقي المسامحه دنيا واخره حيت هذيك طلبت مني المسامحه. فاش انسان كيجي يطلب منك السماحه راه كيقتلك واخا ما عرفتش يكون داير لك شي. واخا يكون دابا حلك ولدك يجي يطلب منك السماحه واخا تكون يهودي غتسمح ليه. هذيك راه اختي راه ما ندوزهاش راه ما نفوتهاش راه نشوفها واحد تقبح عليها راه ناكلو واخا عندي معاه المشكل. ولكن هي راه ما راعاش للدم وكتعنى بالناس. شكون هاد الناس؟ راه حتى شي واحد ما كبير من الله سبحانه وتعالى. انا راه فقير عشت في ابارك انا عسكري راه شكان كيشد راه والو
وربت منية النفوس وقرات منية النفوس، وهي بالضبط هي بالضبط دارت شي ثلاثة ولا أربعة دبلومات كلهم بريفي، هي بالضبط بالأخص هي الوحيدة اللي قرات فينا مزيان. داك الشيء علاش لقات خالد حيت قصير ياك حقراتني حيت ما كان دويش، ولكن فاش عمرت 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 بزاف أختي بزاف، وربي اللي كيعلم. اذا مشاهدينا اللي يلاه التحقوا بنا، السي خالد وهمات الاخ ديالو باش ديكلاري بيه، يعني باش تصرح بيه في الضمان الاجتماعي، كان كيشتغل معاها في محل لصنع نظارات، للاسف خدم معاها 6 سنين ونص، كتكذب عليه كتقول ليه راني كنصرح بيك، وكتقطع ليه 13 فريات تقريبا كل شهر، ما حناتش فيه، ما قالش راني نتندم. للاسف للاسف مشاهدينا كنتاسفوا، ما بقاتش الرحمه حتى بين الخوت. شنو كطالب اسيدي اليوم؟ كنطالب بحقي لا غير، والله يسمح لها الدنيا واخره، اللي عطاتني رزقي الله يسمح لها الدنيا واخره. اسمح لي نسمح لها ولا ما عطاتكش؟ ما مسامحش لها، ما مسامحش لها، وغنتابعها قانونيا واخا ما عنديش، ونموت ونتسلف وما نخل نبحوجي شي نبيع حوايجي اللي فوق داري وندير على محامي وغنتابعها. علاش؟ حيت هذاك ديالي وضحكات عليا البركه، عاد الضحكه اللي ضحكات عليا كافياني فلوس، راه حنا اللي كنديرهم. انا شوف شوفي 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 صلي على النبي صلي على النبي، انا ما نشكرش راسي، عندي سمعه طيبه في البرنوسي، انا هاد الابتسامات كاملين اللي برنوسي، انا اللي كنت كنقطع لهم الدجاج في المحل ديالها، نديك عاد اي اوبتيسيان في البرنوسي كيعرفوني كاملين. انت اللي كنتي مقابل المحل؟ مقابل المحل، وكنقطع الجاج كندير المونتاج، راه اصحاب مدادر كاملين غيعرفوا كلمه المونتاج. انا اللي كنركب الجاج في الكوادر، الجاج يا شوف كنركبهم في الكوادر، وانا اللي كنت كندور على الكليان بالموتور ونجيب الفلوس وندير لهم الخدمه والبرد والشتا وكل شيء، مده 6 سنين و 8 شهور. الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، حسبي الله ونعم الوكيل. فك اختي وبزاف عليك كلمه اختي. المشاهدين صراحه كنتمنى من قلبها على اخوها، صراحه ملي كنسمعوا هذا الشيء كيضرنا خاطرنا، ما بقاتش الرحمه والشفقه بين الخوت، الله يسمح ليها. مشاهدينا هذا السيد السي خالد راه مات، والاخ ديالو خدم معاها 6 سنوات ونصف، كانت كتكذب عليه كتقول لي راني كنديكلاري بيك في الضمان الاجتماعي، وكتاخذ لي رزقه، كتقطع لي 13 فريال كل شهر، يعني حسبوا مشاهدينا 6 سنين ونص، والسيدة ديالنا ما كانش كتخلصوا شي سالير اللي هو كبير، يعني ما سامحش لها. تعطيني رزقي نسامح لها الدنيا واخره، كتبقى اختي. إذن تحياتي لكم مشاهدينا، ونلقاكم في مباشر آخر، إلى اللقاء.